للحديث عن ارتفاع الأسعار في رمضان وتضخم الحاصل في العراق مع التقلبات والارتفاعات بأسعار الدولار، معنا من عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو. دكتور صباح، مرحبا بك وكل عام وأنت بخير. ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك في العراق يشكو منه المواطن العراقي، المواطنون العراقيون الآن تحت الضغط الكبير بسبب ارتفاع الأسعار. هذا ليس فقط هذه السنة ولكن لهذه السنة، يعني أزمات متتالية متتابعة في العراق بالإضافة إلى الارتفاع القوي لأسعار المواد الغذائية. يا ترى كيف تصف هذه الأزمة؟ هل هي أزمة طارئة وقتية أم أنها من ضمن الأزمات التي تعاني منها البلاد؟ تحية لكم ورمضان مبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية عامة. حقيقة ما يحصل بالعراق هو ليس نتاج اليوم ولم يكن حالة طارئة، وإنما أصبحت ظاهرة لانعدام وجود أي شكل من أشكال الاقتصاد الواضح. هل هو اقتصاد السوق؟ هل هو اقتصاد عام للدولة هي التي تقود كل العملية الاقتصادية والإنتاجية؟ أم أن هناك حالة من حالات الفوضى الناتجة لعدم وجود أي شكل من أشكال البرامج التي تحققت على مدى 20 عام؟ يعني هناك حالة تراكم بانعدام برنامج اقتصادي حقيقي يتمكن من توفير حاجات المواطن دون عناء يتماشى مع دخل الفرد. يعني دخل الفرد بالعراق حالياً ينخفض بين فترة وأخرى نتيجة لارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل في النقد العراقي. يعني عندما يكون من 1200 يتم رفعه إلى 1300، ثم ب 1300 ارتفع قبل عدة أشهر إلى 170 ألف. إذن هناك خلل في النظام المالي وكذلك أيضا في النظام الاقتصادي، ويدفع ثمنه المواطن علما بأن مستوى المعيشة ودخل الفرد لا يتناسب مع المواد الداخلة والمستوردة خاصة من خارج العراق، والتي تشكل أكثر من 40% من الموازنة. وهذا بصراحة شكل خطرا كبيرا في ضياع وهدر المال العام والإيرادات دون تطوير للعملية الإنتاجية الزراعية أو الصناعية أو غيرها التي تساعد المواطن في الإنتاج الوطني وتعمل على امتصاص البطالة وتخفيض نسبة الفقر. طيب نلاحظ المعالجات أستاذ نعم. أستاذ دكتور صباح، يعني هل تعتقد بالفعل أن توزيع السلات الغذائية بالأسعار المدعومة كما طرحت أو طرحتها الحكومة سيحد من هذه الأزمة؟ يعني عندما تطرح الحكومة، طبعا هناك انتقادات وسخرية من المواطنين للنشأ، نصف كيلو نشأ، ويعني أيضا هناك طحين وأمور يعني لا ترفع أي شيء من كاهل المواطن. يعني كيف تنظر إلى هذا الإجراء؟ كيف تصفه؟ حقيقة الحلول الترقيعية التي لا تمت بصلة كبيرة جدا في حل أزمات المواطن واحتياجاته، هذه ستعود سوءا بشكل كبير جدا على المواطن حقيقة. يعني أنت منذ أكثر من 10 أو 12 سنة الموازنة تعمل على تخصيص مبالغ كبيرة للبطاقة التموينية. نلاحظ البطاقة التموينية مرت سنين، كل 3 أشهر 6 أشهر، والمواد المكونة لها أصبحت حاليا لا تتجاوز 5 أو 4 أو حتى 3 بعض الأحيان، ومن نوعيات قد تكون غير رديئة. يعني ما قبل 2003 العائلة لا تعاني من مسألة المواد الأولية والغذائية من حيث الجودة، من حيث الكمية، لاحظ مواعيد استلامها، هذه كلها
خففت بشكل كبير جدا على المواطن أثناء الحصار. أما الآن الإيرادات ازدادت وإيرادات فلكية دخلت للعراق، ولكن مع الأسف ما زال البطاقة التموينية عاجزة وزارة التجارة أن تقدمها بشكل أفضل من قبل 2003، رغم أن هناك إمكانيات عالية جدا للتنظيم، وكذلك أيضا إمكانية وزارة التجارة عالية والتخصيصات كبيرة. يعني لاحظ بين 3.5 إلى 5 مليار سنويا يتم تخصيص موازنة البطاقة التموينية مستقلة عن مرتبات وزارة التجارة أو غيرها من المشاريع مستقلة. أين تذهب بحدود حوالي 3.5 مليار لاستيراد المواد للبطاقة التموينية فقط؟ لو كانت البطاقة التموينية حقيقة جيدة وتوفر متطلبات ومستلزمات المواطن لما ارتفعت الأسعار ولما استطاع التجار استغلال الظروف بين فترة وأخرى، وخصوصا في شهر رمضان اللاحظ. ولكن للعلم هناك قانون أقرته الحكومة في عام 2010، قانون رقم 14 اللاحظ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة على من يتجاوز عملية الاحتكار للمواد الغذائية التي تمس حياة المواطن أو زيادة أسعارها، والعقوبة تكون بين سنة إلى 3 سنوات مع غرامة تتراوح 1 مليون إلى 3 ملايين دينار عراقي. إذن هناك قانون، ولكن الإجراء الترقيعي في وجود لجنة من وزارة الداخلية على التجار هذه سلوك فاشل. الحل الأساسي والجوهري أن أنت تفتح مشاريع تمتص بها البطالة، بنفس الوقت تنتج مواد تلبي احتياجات المواطن. هذه نقطة في غاية الأهمية دكتور صباح. الفقر. يعني هناك قانون موجود، هناك دستور موجود، هناك وزارة التجارة موجودة، وهناك أجهزة رقابية موجودة، ولكن الفساد يعني متسيد وسائد على جميع اللجان وجميع أجهزة الرقابة وجميع الوزارات وإلى آخره. ولكن هنا النقطة التي ذكرتها دكتور صباح، عندما نريد أن نرفع من مستوى دخل المواطن ونحسن الاقتصاد، وقوفا وراء هذا الغول من الأسعار العالية جدا والتي قصمت ظهر المواطن العراقي، لابد من تفعيل القطاع الخاص، لابد من تفعيل خلق فرص العمل وتشغيل الشباب العراقي. هذه النقطة لماذا توضع جبال من أحجار العثرة أمامها؟ حقيقة هذا برنامج في سلوك الدولة منذ 2003 ولغاية اليوم لم تستثمر العقل العراقي في تطوير الحياة والبنى التحتية والإنتاج بكل أشكاله، ويتكلمون حقيقة في موازناتهم السنوية وخاصة 2023 أننا نعمل على تعضيد الموازنة التي وضعت بعجز خطير جدا يتراوح 63 تريليون دينار عراقي، ومن المحتمل أن تزداد العجز في حالة انخفاض أسعار النفط. إذن هناك من يقود هذه العملية المالية والاقتصادية من الجهل، أو أن يكون متعمداً حقيقة في عدم تطوير البلد واعتماده على نفسه، وإنما تحويله إلى بلد إعالة. يعني الحكومة تعمل على إعالة الشعب في احتياجاته، وهنا يكمن حالة خطيرة في التراجع عن العالم الذي يتحضر ويتطور في كل مجالات الحياة، ومنها توفير احتياجات المواطن الذي يعيش العراقي حقيقة نقص كبير جدا في هذا الجانب، وهذا يدفع به إلى عدم شعوره بالمواطنة. وأنا أعتقد خلال السنوات الثلاثة القادمة إلى 2025 التي وضعت لها موازنات، نلاحظ
سيتحرك ويثور في الشارع العراقي بوسائل قد تختلف عن عام 2019 الذي حصلت بها احتجاجات كبيرة جدا وقدم الشباب بها ضحايا كبيرة لم تعي السلطة السياسية في إدارة العراق أن القادم قد يكون أكثر سوءاً، وهذا سيسبب مشاكل خطيرة جداً. نعم. للواقع المعاشي للمواطن العراقي. من عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو، شكراً جزيلاً لك.